السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترة، اخباركم ايه؟ معاكم الدكتورة عناد القط. بسم الله نبدأ نكمل على الحاجة اللي توقفنا عندها. احنا ما زلنا بنتكلم على السيلز بتاعت الاميون سيستم، تمام؟ وبالاخص كده بينا وبين بعض بنتكلم على السيلز بتاعت الانيت اميون سيستم، صح كده؟ طيب خدنا الجرانيولوسايت والاجرانيولوسايت وخدناهم بالتفصيل الحمد لله. طيب انا جاية النهاردة بخلية قليل قوي اللي ممكن يتوقع ان انا اتكلم فيها. ليه؟ لان حقها مهضوم قوي قوي قوي، مع انها خليه بروفيشنال جدا جدا جدا. انا كهنادي القط ما ينفعش اعدي السيلز بتاع الانيت اميونيتي من غير ما اخد محاضره كامله في الخليه دي. ليه؟ لان انت هتستمتع وانت بتسمع عنها. سيبك من المذاكره ومن الاسئله والامتحانات، وسيبك من الجو ده كله، وهات كوبايه النسكافيه بتاعك ولا كوبايه القهوه واسمع معايا الحكيوه اللي احنا هنحكيها دي، تمام؟ انا لا هحفظك ولا هقول لك ركز، ولا انا هحكي لك قصه وانت بس عليك استيعاب القصه دي. طيب انا خلصت الجرانيولوسايت والاجرانيولوسايت كل الكلام ده. انا دلوقتي متوقفه عند الدندريتك سيل، تمام؟ والخليه دي لفتره قريبه لحد تقريبا نص اللي هو يعني في منتصف 1970 ما كانواش يعرفوا عنها حاجه، لحد ما اكتشفوا ان في خليه اسمها دندريتك سيلز. دايما يشرحوا لك عن الدندريتك سيلز دول كلمتين، يقول لك يا عم هي شكلها عامله زي الدندرايت بتاعت النيرف سيلز، تمام؟ ليها رجول كده او ستار فيش لايك شيب، تمام؟ وبتعمل فاجوسيتوزس وانتجين برزنتنج سيل، وسلام عليكم، ويجروا على كده. وطبعا ده غلط في حق الدندريتك سيل. ليه؟ لانها ما ينفعش يتقال عليها الكلمتين دول ونمشي. طب هي الدندريتك سيل اتسمت دندريتك ليه؟ لانها شبه الدندرايتس بتاعت النيرف سيل. يعني ايه؟ يعني ليها زوائد كده، تمام؟ اللي هو شبه الستار كده، زي ما انا رسمها لكم الرسمه العيش اللي انتم شايفينها دي. طيب ده الكلام اللي الكل بيقوله لنا، حلو. تعالى بقى نفصص مع بعضينا ايه هي الدندريتك سيل دي. وهو انا ليه لو ماشي في الشارع وتعورت في رجلي، هو الجهاز المناعي بيجي عند رجلي ازاي؟ اه صح، ده مخاوي ولا ايه؟ اه شكله محضر عفريت. لا ولا الكلام ده خالص، بفضل ربنا ثم الدندريتك سيل. طب انا اتعورت في اصبعي، الجهاز المناعي هيجيلي ازاي؟ وهكذا. تقعد تسال اسئله كتيره ان شاء الله هنجاوب عليها النهارده. الدندريتك سيل دي تعتبر المور دايفرس بابيوليشنز اوف سيلز. اشمعنى؟ انا لما شرحت لك قبل كده الخلايا دي بتيجي منين، مش قلت لك عندي طريقين، يا اما مايلويد يا اما ليمفويد، يا اما الخلايا تطلع من ده يا من ده. طب ودي تطلع من التنين. التنين التنين يعني تطلع من هنا وتطلع من هنا يا راجل. اه عشان كده هي منتشره، يعني عشان كده هي متنوعه. مش بس كده، امال ايه؟ يعني مش عايز اقول لك ان الدندريتك سيلز دي موجوده في اول تيشوز اوفر ذا بادي، كل التيشوز تقريبا، كل التيشوز اللي في جسمك. فين يعني؟ بيقول لك بنث البارير بتاع الابيثيليال سيلز. الله، دي قاعده تحت الفيرست لاين اوف ديفنس. مش احنا عارفين الفيرست لاين اوف ديفنس اللي هو السكين والميوكس ميمبرين؟ اه دي قاعده تحتيه. ايوه، مستنيه اي حاجه تخش غريبه. وده يفسر لك انك لما بتتعور في رجلك جهاز المناعه بيعرف ان هي التي والبي تحت. لا طبعا. طيب يبقى دلوقتي الدندريتك سيل تقريبا موجوده في كل التيشوز، تطلع من الناحيتين المايلويد والليمفويد من الاثنين مع بعض، تمام؟ موجوده تقريبا تحت كل اللي هو البنز بتاع البيرير اوف ابيثيليال سيلز، يعني اللي هو تحت الفيرست لاين بتاع الديفنس، يعني لو عدى من الجلد تلاقيها. طيب طب وبعدين؟ طب هي بتعمل ايه بقى؟ اشرحي لي عنها. هي الاول قاعده مستكنيصه ريستنج، تمام؟ وهي بره الليمف نود. الليمف نود، اسمع بس. اوت ايه يا اسطى؟ ما انت لسه بتجيب حد. اوت ليمف نود، بره الليمف نود. الدندريتك سيل بتبقى اماتيور. اماتيور اه. طب بتعمل ايه؟ قاعده، بص بقى، تراقب، مونيتور. تراقب ايه؟ تراقب اي حاجه غريبه تخش كده ولا كده. الله، دي قاعده زي النادورجي بقى. اللي ما يعرفش النادورجي ده، واحد بيقعد على اول منطقه، لو اي حاجه جديده دخلت، حد دخل الكلام ده، يبلغ كبير المنطقه. الدندريتك سيل دي قاعده مونيتور كده، تراقب الجسم كله. في حاجه دخلت، اي هكه ولا مكه تروح ايه؟
على طول تروح فايقه كده من نومتها من الريستنج دي وتروح تعمل اول وظيفه ليها اللي هي الفاجوسيتيك. يعني ايه؟ يعني تعمل كابشر للانتيجين تمسكه. طب وبعدين بعد ما مسكته هنوضبه يا شابه تعمل له بروسيست. طب وبعدين؟ وبعد كده تروح واخداه وتسافر تخرج من التيشو وتروح للليمف نود. واحد يقول لك ايه؟ يا سلام، هو ده اللي انت جاي تقوله لنا؟ كل كلمه من اللي انا قلتها دي او كل مرحله من دول هشرحها ان ديتيلز حالا باذن الرحمن. تمام؟ طيب هو دلوقتي كانت قاعده تراقب، قفشت واد غريب، قفشت فورين انتيجين باثوجين مايكرو اورجانيزم. وبعدين بعد ما قفشت وعملت ايه؟ راحت بلعته. صح؟ صح. طيب وبعد ما بلعته ها ابتدت تعمل ايه؟ هي كانت الاول قاعده اصلا عماله تشفط وتتف، تشفط وتتف، تمام؟ قالت لك وبعدين بقى عملت زي اختها الماكروفيجي اللي كانت زهقانه من جمع الزباله اللي هو الجاربتش كوليكترز، تمام؟ قالت لك وبعدين يا عم انا عمال اشفط وهدف اشفط وبعدين هفضل اشرب في سوائل كده واطلعها. قال لها بس جالك الوقت يا واد، جالك الفرج، يلا ابلعي بقى، كفايه ميه اتنفختي من الميه. تبتدي تبلع سول، تبتدي تبلع الايه؟ الاورجانيزم وتعمل له بارشيال دايجيشن. حلو كده؟ طيب كل ده فين؟ في التيشو بتاع الباتل جراوند، يعني التيشو اللي حصل فيه المعركه اللي دخل فيه الحاجه الغريبه. قال لك طب حلو قوي يا عم زي الفل اهو. طب وبعدين؟ كده حصل لها اكتيفيشن، كده اتاكتيفيت، تمام؟ طيب هو السؤال دلوقتي، معلش يعني معلش لا مؤاخذه، يعني هي قبل ما تبلع الاورجانيزم هي عرفت منين ان في اورجانيزم؟ الله، ما تضحكوا علينا، تقولوا لنا معلومات كده وتجروا، يا تقولوا لنا الحاجه بالتفصيل ما تقولوهاش. صح، هي عرفت منين؟ هي قاعده بتراقب بس برضه عرفت منين؟ اولا انت عندك الباتل جراوند ارض المعركه اهو، انا مش عندي خلايا اصلا اسمها الماكروفيش، وفين النيتروفيل بتيجي؟ هما دول مش بيطلعوا سيتوكينز؟ ايوه بيطلعوا سيتوكينز. طب يا سيدي بلس، مش في خلايا بتموت باينج سيل مش بتطلع كيميكالز؟ بلس هي اصلا عندها باتل ريكوجنيشن ريسبتورز، هو كونسيتو دي تبع الانيت، الانيت سيلز، تمام؟ طيب يبقى عشان كلامنا يبقى منطقي، اللي عمل للدندريتك سيل اكتيفيشن اللي اكتفها الباتل سايتوكينز. السايتوكينز زي ما قلت لك السايتوكينز دي قلب الجهاز المناعي، ما حدش يقدر يعيش من غير قلبه، صح كده؟ طيب يبقى هنا لما اجي اقول لك ان هي حصل لها اكتيفيشن الدندريتك سيلز، حصل لها اكتيفيشن، تعرف على طول ان حصل لها اكتيفيشن من خلال الباتل سايتوكينز او من خلال الداينج سيل اللي طلعت كيميكالز وطلعت برضه سيتوكينز، او من خلال ان هي تعرفت على الاورجانيزم من خلال الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز اللي عندها اصلا، تمام؟ يبقى ادي الثلاث حاجات اللي ممكن يعملوا لها اكتيفيشن. طيب ماشي يا ست الكل، سمعنا عرفنا حصل لها اكتيفيشن ازاي. طب تمام قوي، وعرفنا ان هي عملت اول فانكشن ليها، خلينا نجيب قلم مختلف، اول فانكشن ليها اللي هي الفاجوسيتوسيس، ان هي اشتغلت كفاجوسيتيك سيلز، يعني ابتدت تبلع وتبروسيس، تمام كده؟ طيب وتعمل له بارشال ديجيشن. حلو، ده دي كانت وظيفتها في اللوكيشن اللي هي فيه. يعني ايه وظيفتها في اللوكيشن؟ هي هتغير الوظيفه؟ طبعا طبعا، والا ما كناش قلنا عليها خليه بروفيشنال بتدي لكل مقام مقال، وهي في ارض المعركه اشتغلت كفاجوسيتيك سيلز عشان تبلع، تمام، وتهضم بارشيال دايجيشن وتمسك الاورجانيزم. حلو. طيب واحد سمع واحد دلوقتي بيقول لي ايه؟ طب الحمد لله هي كده بقى، يلا تطلع تسافر. تسافر على فين؟ عشان تروح للليمف نود؟ لا مش دلوقتي، مش دلوقتي ازاي؟ هي مش خلاص، مش خلاص بلعت الاورجانيزم وعملت له بارشيال دايجيشن وعملت له بروسيست والكلام ده كله؟ تقعد 6 ساعات، 6 hours، تقعد 6 ساعات فين؟ في الباتل جراوند، في التيشو اللي فيه المعركه. ليه؟
هو انا ما قلتلكش ان هي اصلا وظيفتها غير ان هي تبلع الاورجانيزم، وظيفتها في الوقت ده ان هي بتعمل كولكتنج للسامبل بتاع البتل انتيجين، او كولكتنج ريبريزنتيتيف سامبل بتل انتيجين، يعني عماله تجمع صور للانتيجين اللي موجود في المعركه. تقعد 6 ساعات تجمع صور، يا سلام. ليه؟ عشان تروح بالحمولة بتاعتها على أقرب لينفونت. تمام؟ أنا كل ده لسه بكلمك على الباتل جراوند، على التيشو اللي حصل في المعركة. حلو كده؟ زي ما قلت لك هقول لك كل جزئية إن ديتيلز. يبقى الأورجانيزم دخل، هي كانت قاعدة بتراقب أصلاً، هي كانت قاعدة في ريستنج، كانت قاعدة في الراحة، تمام؟ دخل الأورجانيزم اتاكتيفيت بطريقة من التلاتة، يا إما اللي هو الباترن ريكوجنيشن ريسبتور أو السيتوكين باتل، او اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد الداينج سيل طلعت برضو كيميكال وسيتوكينز. اتاكتفت باي طريقه من الطرق دي. حلو. طب بعد ما اتاكتفت قعدت 6 ساعات، الدندريتك سيل زي اللي بياخد سناب شات عمال صور 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 واحتفظ بيها صور صور صور. ليه؟ عشان لما يروح للبيت بص يعرضها عليه يقول له بص يا صاحبي انا جبت لك صور من الاخر بقى، بص انا حسستك ان انت كأنك كنت في أرض المعركة بالظبط، زي ما بنتفرج كده على أفلام عن الحرب العالمية الأولى والتانية والكلام ده، تحس إن أنت وأنت بتتفرج كده كأنك فعلاً صور حية، كأنك في أرض المعركة. هو ده اللي بتعمله الدندريتك سيل، بتاخد صور وتروح تحسس الخلايا اللي هي رايحة لها اللي هنقولها دلوقتي إن هي في أرض المعركة. طب حلو، خدت 6 ساعات عبال ما جمعت الصور بتاعتها وحصل لها اكتيفيشن، وابتدت تخرج بره التيشو وتروح على اقرب لينف نود من خلال الليمفاتيك سيستم او البلد. سؤال، وهي اللي خرجها اصلا؟ يعني سؤال، مين اللي قال لها تخرج؟ كل ما دكتور يجي يكلمني يقول لك ايه، اصلا اخذت الانتيجين وخرجت وراحت على اللي اقرب لينف نود، راحت ليه؟ ومين اللي قال لها تروح اصلا؟ تمام، هو اولا ربنا خلقها ان هي تاخد صوره وتهاجر تسافر. بس برضو ربنا خلق لنا لكل حاجة سبب، في منها اللي نعرفه في منها اللي ما نعرفوش. طب احنا نعرف هنا ليه؟ فاكرين الباتل سايتوكينز زي التيومر نيكروزيس فاكتور؟ بدون دخول في تفاصيل اسامي السايتوكينز، التيومر نيكروزيس فاكتور ده يساعد الدندريتك سيل على انها تتأكتف، وبعد ما يتأكتف يروح يقول لها يا بطل اتأكتفت وخدت الصور، ها وبعدين؟ قلت له يلا بقى روح انقل الحدث. يعني الباتل سيتوكينز بيساعدها على انها تتاكتف، ويساعدها كمان على انها تخرج وتسافر وتروح لاقرب لينف نود. الله. طب واللي بيخليها تستمر في طريقها؟ استمرار المعركه واستمرار الباتل سيتوكينز في ان هي تطلع، ده بيديها حافز. كل ما تبص وراها تلاقي السيتوكين، تبص وراها تلاقي السيتوكين، تمام كده؟ الله، دي عارفه ان المعركه شغاله والمفروض ان انا اروح ادي الرساله بتاعتي، تمام؟ يبقى دلوقتي حصل لها اكتيفيشن ازاي؟ اللي خلاها خرجت اصلا، تمام، اللي شجعها على الخروج برضو الباتل سايتوكين. طيب الاخت دي خرجت عشان تروح الليمف نود. حلو، الرحله بتاعتها خدت قد ايه؟ خدت 1 داي عشان تروح الليمف نود اهي، دي دندريتك سيل اهي، خدت 1 داي. طيب السؤال دلوقتي، هي رايحه ليه؟ رايحه ليه؟ يعني هي عملت الفاجوسيتك سيلز، اشتغلت الفاجوسيتك سيلز عنب قوي، وفهمناها، فهمنا مين اللي اكتفها وتمام، فهمنا مين اللي ساعدها على تخرج تمام. طب هي خارجه تروح للليمف نود ليه؟ اصل هي هتعمل كارير شيفت، هتحول الفانكشن بتاعتها، تتوقف عن الفاجوسيتوزيز وتعمل فانكشن تانية، وهي الاهم اللي هي انتيجين بريزنتنج سيل، ومش اي حاجه، بروفيشنال كمان، سو سبيشاليزد يا راجل. صاحبتك دي اللي هي الدندريتك سيل، تمام، وهي في حاله الريستنج اكيد كان عندها امكانيات. يعني ايه عندها امكانيات؟ يعني عندها مثلا ميجور هيستوكومباتيبلتي كلاس 1 و2 والكلام ده. تعال اقول لكم حته بس كده عشان تساعدنا في ان احنا نفهم. بص بقى، انا عندي الـ MHC كلاس 1
وعندي ام اتش سي كلاس 2 تمام. طيب دي الام اتش سي كلاس 1 موجوده على اول نيوكليتد سيل، كل الخلايا اللي عندها نيوكليس موجوده عليها على السطح بتاع ام اتش سي كلاس 1. طب حلو، طب ودي مش موجوده الا على الانتيجين بريزنتنج سيل بس يعني دي مش موجوده الا على الانتيجين بريزنتنج سيل بس. ليه؟ لانها دي هتعمل مشاكل تمام، فانا مش محتاجه تكون موجوده الا على الانتيجين بريزنتنج سيل. انا مش عايزه اخوض في الموضوع، هقوله لكم في وقته. طب الام اتش سي كلاس 1 دي هتجيب لي مين؟ الكلام ده جانبي عشان نعرف احنا هنقول ايه. انا عندي نوعين من الخلايا، السي دي 8 والسي دي 4. ادي السي دي 8 وادي السي دي 4. طب انا اعرف منين؟ انا عايزه المجموع النهائي زي ما استاذي معلمني، عايزه المجموع النهائي بتاعي يبقى 8. الثمانية دي يا اما 1 في 8 يا اما 2 في 4، صح كده؟ يبقى كلاس 1 تجيب سي دي 8 وكلاس 2 تجيب سي دي 4. 1 في 8 ب8 و2 في 8 ب4. حلو كده؟ طب تمام. انا دلوقتي كدندريتك سيل، نرجع للدندريتك سيل بتاعي. وانا في الريستنج كان عندي ام اتش سي كلاس 1 وكان عندي ام اتش سي كلاس 2 بس الكميات قليله. لو ليفل. يعني عندي كميه قليله منها. حلو؟ وعندي كمان بروتين اسمه البي 7. والبروتين ده مهم جدا، مش موجود الا على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل بس. ليه؟ لان ده مطلوب عشان يدي اشاره ثانيه للتي سيل عشان تتاكتف، لان ربنا معلم التي سيل ان هي تكون من الكاظمين الغيظ. يعني مش اي حد يتلعق لك او مش اي حد يشتمك او مش اي حد يغزك تنفعلي، لانها غبيه في انفعالها تمام. بتطلع سيتوكين، والسيتوكين ممكن تزيد ويحصل سيتوكين ستورم والشخص يموت حتى وهو جهاز المناعة بتاعه قوي جدا يموت تمام. فربنا قايل لها يا تي سيل ما تنفعليش وما تتغاظيش وما تتصرفيش تصرفات هوجاء تمام، او بلا معنى تتصرفي لما تاخدي اشارتين كاملين. حلو كده؟ طيب هي صاحبتنا الدندريتك سيل دي خرجت من التيشو اللي هو الباتل جراوند في رحلة عشان توصل للنف نود. الرحلة دي هتستغرق يوم. طب انا كنت جوه هنا بشتغل في فاجوسيتك سيلز. طب اثناء الرحلة دي مش بيقول لك في السفر 7 فوائد؟ ده في 70 فايدة تمام؟ 700 فايدة. حلو كده؟ اثناء سفرها اكتسبت ايه؟ قالت لك بص بقى، انا رايحة امسك بوزيشن كبير تمام؟ حاجة كبيرة لازم ابقى قدها، لازم استعد. طب تستعد ازاي؟ تعمل ابريجوليت اكسبريشن اوف، تعلي الاكسبريشن بتاع الام اتش سي تمام، سواء كان كلاس 1 او كلاس 2 على حسب هي واخده اني انتيجين. لو واخداه الانتيجين اصلا كان انترا سيلولر تمام، يبقى واخده كلاس 1. لو اكسترا سيلولر يبقى كلاس 2 تمام. واحد يقول لك ايه، طب هي عليها الاثنين كلاس؟ طبعا، لانها رايحه تمسك بوزيشن كبير فلازم يبقى عندها كل الامكانيات. الليدر او البوس المدير بتاعنا تمام لازم بيكون محنك، يعني فاهم يمين وشمال، والا المكان هيقع الشركه هتقع هو باحمر مش فاهم حاجه صح. فلازم يبقى عارف اغلب الحاجات اللي حوالينا عشان يقدر يفيدنا. وهي هكذا لازم تتسلح بكل الاسلحه وهي ماشيه في الرحله بتاعتها، تعمل ابريجوليت للام اتش سي كلاس 1 او ابريجوليت للام اتش سي كلاس 2 تمام. وايه تاني؟ والبي 7 تزودها كمان، تعمل انكريز للايه؟ للاكسبريشن بتاع البي سي. ليه؟ عشان لما توصل للليمف نود بعد يوم تبقى جاهزه تماما للوظيفه بتاعتها اللي هي انتيجين بريزنتنج سيل. حلو كده؟ حلو. صاحبتنا مشت، فضلت ماشيه 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 طوال يوم لحد ما وصلت للليمف نود. اول ما وصلت للليمف نود تمام كده، في الحاله دي هي بقت ماتيور واكتيفيشن واكتيفيتد، حصل لها اكتيفيت تمام، وبقت ماتيور وعلى اتم استعداد ان هي تؤدي الوظيفه بتاعتها هي الانتيجين برزنتنج سيل، ان هي تعرض الانتيجين تمام كده، تعرض الانتيجين لايه؟ للتي سيل. اي تي سيل؟ لا، للنايف. يعني ايه النايف؟ يعني التي سيل الخام
اللي ما تعرضتش الى الان للانتيجين بتاعها، ما شافتوش قبل كده خالص، تمام؟ الدندريتك سيل على سطحها الانتيجين متشال على سطح ام اتش سي، سواء كانت اي كلاس 1 او 2 هي مسلحه بالاثنين، تمام؟ راحت للايه؟ للمكان اللي هو الليمف نود، حيث وجود التي سيل، مكان ريتش ان تي سيل. دخلت، سلام عليكم، وعليكم السلام، فين التي سيل؟ تي سيل تيجي تعرفي ده، تبص كده تقول لها اه اعرفه، تروح التي سيل ماسكه بالريسبتور بتاعها فين؟ في الانتيجين اللي ايه؟ اللي على سطح الام اتش سي، اللي على سطح الايه؟ الدندريتك سيل. حلو كده؟ طب التي سيل تقول لها ايه؟ تكلم الدندريتك وتقول لها طب اكدي لي ان في معركه فعلا. تقول لها انت مش شايفه البي 7 بتاعي؟ قالت لها اه صح، ادم البي 7 موجود يبقى التي سيل كده خدت الاشاره الثانيه وتتاكدت. السؤال بقى مش حوار التي سيل دلوقتي، هنشرحها بعدين. الدندريتك سيل لما وصلت الليمف نود هتعيش قد ايه؟ ما تعيش زي ما تعيش، لا ازاي؟ لا ده انت تصحصح معايا قوي قوي في الحته دي. مجرد وصولها للليمف نود هتعيش اسبوع. معقوله هنموت الصاروخ بدري كده؟ اسبوع بس، مش شايفه ان دي شورت لايف؟ مش شايفه ان هو وقته ده؟ لا خالص. تعالى بقى انا اقول لك، قولي انا عايزاها ليه وقتها قليل بعد ما تخش الليمف نود؟ لان انا عايزه دايما الدندريتك سيل تحمل لي فريش ايمج، صوره جديده من المعركه، تمام؟ يعني مش فاهم، هو مش انت قلتي لي دلوقتي يا بنت الناس ان الدندريتك سيل هتمشي من ارض المعركه وتروح للليمف نود؟ طب وانا هيوصلني صور جديده ازاي؟ هو انا نسيت اقول لك ان الدندريتك سيل لما بتتاكتف بتطلع سبيشال سايتوكينز، سايتوكينز خاصه بيها هي. طيب تعمل بيهم ايه؟ تعمل ريكروت للمونوسايت. المونوسايت المونوسايت تيجي من الدم تخش التيشو تتحول لدندريتك سيل. ايه ده، انت قصدك ان هي بتعمل ريبليسمنت بتعوض اللي طلع؟ اه طبعا، ما لا تسيب مكانها فاضي. يا ابني دماغ، يا ابني دماغ شغاله ما بتنامش، انت فاكر ايه؟ ده ربنا خلق الكون هو اللي مسير الحاجات دي مش احنا. طيب يقوم الدندريتك سيل لما تخرج، قبل ما تخرج بتقوم طلع سايتوكينز عشان تحشد المونوسايت من الدم. يقوم المونوسايت يجي للتشو اللي هو الباتل جراوند، تمام كده، وتتحول لدندريتك سيل، تمام؟ تمام. الدندريتك سيل تاخد صوره وتسافر وتجيب بدلها. الدندريتك سيل تاخد صوره وتسافر، يبقى انا هعوز الدندريتك سيل تقعد فتره طويله في الليمف نود. ليه؟ ما هي لو هي هتقعد اكتر من كده تيجي التي سيل مثلا ما تقول لك طب ما يمكن دي صوره قديمه، يمكن دي معركه قديمه. لكن لما تلاقي كل شويه دندريتك سيل جايه بنفس الصوره، لا ده تمام. السؤال اللي جاي في بالك هو دلوقتي، معلش يعني اسبوع ده، واحد يقول لي بس التي سيل مش تلحق تتحرف برضه على الانتيجين، هتموت بسرعه. لا ما تقلقش، الدندريتك سيل بتانتر اكت مع التي سيل تقريبا مع مئات او الاف التي سيل كل ساعه، فما تقلقش انت على التي سيل ولا على الدندريتك سيل، تمام؟ طيب احنا عايزينها شورت لايف عشان دايما اللي موجود خلاص يقعد ويمشي، يبقى الصور اللي موجوده كلها حديثه، مش مثلا الدندريتك سيل بقى لها شهرين اعدالي، طب انا ايش دراني، يمكن الصوره دي قديمه ومعركه خلصناها، تمام كده؟ فدايما الدندريتك سيل ايه؟ تقعد اسبوع، ودايما كل شويه دندريتك سيل تيجي تحمل نفس الصور، بس ايه؟ فريش ايمج، صوره جديده بتدل لك ان الايه؟ ها؟ ان المعركه شغاله. حلو؟ طيب سؤال، هل عدد كبير من الدندريتك سيل بيخرج من التيشو ويسافر يروح الليمف نود؟ والله سؤال ذكي، بس هو الموضوع بيتوقف على قوه وضعف المعركه. بمعنى ايه؟ يعني لو المعركه كبيرة عنيفة، الماكروفاج والنيتروفيل هيطلعوا لارج اماونت من السيتوكينز، هيطلعوا كمية كبيرة من السيتوكينز، تمام كده؟ طيب الكمية كبيرة من السيتوكينز تأكتف كمية كبيرة من الدندريتك سيل، كمية كبيرة من الدندريتك سيل اللي اتأكتفت تسافر، يبقى كمية كبيرة من الدندريتك سيل اللي اكتفت دخلت الليمفو ايه؟ الليمفو. الدندريتك سيل اللي كانت موجودة قبل ما تمشي حشدت كمية كبيرة من المونوسايت. بص كله بيتناسب مع بعض، تناسب طردي.
تمام؟ قوة المعركة يبقى هنأكتف دندريتك سيل كتير، يبقى هنودي دندريتك سيل جديد كتيرة للليمف نود، تمام كده؟ هنستبدل دندريتك سيل أكتر، تمام؟ طيب لو المعركة على ما أقصد، خد بالك أدام دخل عدد كبير هناك يبقى أنا محتاجة عدد كبير من التي سيل، المعركة قوية وشديدة، فأنا هأكتف عدد كبير من التي سيل عشان يجي يخلصني من المعركة. طب لو المعركة على الضيق كده يعني شوية عيال شبيحة جم عملوا شوية شغل قدام البيت، هنلم الموضوع، تمام؟ نطلع شوية سيتوكين قليلين بدل سيتوكينز، نأكتف شوية دندريتك سيل صغيرين، شوية يسافروا، قبل ما يسافروا يجيبوا لنا بديلهم شوية صغيرين، فاهمين؟ قوة المعركة وضعف المعركة هي اللي بيحدد لي كمية الدندريتك سيل اللي هتخرج اللي هتسافر وكمية الدندريتك سيل البديلة، تمام كده؟ خلاص خلاص كده عرفنا هي ليه عمرها قصير وليه بتعيش وقت قصير لما بتخش الليمف نود. يبقى احنا كده تقريبا حكينا كل حاجة عن الدندريتك سيل، تمام؟ ومش عايز اقول ان احنا فعلا كده حكينا كل حاجة. طب انا جايبه لكم الكلام ده من مراجع كتير وقعدت الخص فيه لحد ما وصلت للايه للكلام ده. يبقى هي كانت الاول بلعت، تمام؟ بعد ما بلعت اتكتفت بسيتوكين باتنت، تمام؟ او بالحاجات اللي قلناها، خدت 6 ساعات قبل ما تخرج، عملت ريكروت للمونوسايت من البلاط، حوله الدندريتك سيل، سافرت خلال يوم، خلال اليوم ده اكتسبت حاجات جديده اللي هي عبرت عن حاجات جديده على السطح بتاعها عشان تناسب الوظيفه اللي هي الانتجين بريزنتنج سيل. وصلت الليمف نود، قعدت عاشت اسبوع بس، وراحت هناك للتي سيل عرضت قدامها الانتيجين اللي موجود في المعركه، وهي دي وظيفتها اللي هي انتيجين بريزنتنج، عرض الانتيجين على التي سيل، بتعمل له شو بريزنت، تمام؟ طيب كده سافرت ووصلت وعملت المهمه بتاعتها. طب بالله عليك دي خليه تهمل في الشرح؟ يعني دي خليه دكاترتنا الكبار يهملوها في الشرح ازاي يا اخي؟ ده انا بقول لك موجوده في كل حته، لو حصل الحوار ده في اي مكان دندريتك سيل تاخد على طول صوره وهوب تروح جري على اقرب ليمف نود وتعرضه على الخلايا. يبقى انت عايزه تفهميني ان الدندريتك سيل بريدج بتوين، ده دايما اللي اكتبه لنا، بريدج بتوين النيت والاكوار. طبعا عايزه تقولي لي ان هي بتعمل، هي دي مسؤوله عن انيشيشن اوف ادابتيف اميون ريسبونس، طبعا ان هي تبدا الادابتيف. ما هي اللي خدت الانتيجين وراحت على الليمف نود للتي سيل، لو ما كانتش خدته طب كان مين هيعرف التي سيل صح كده ولا لا؟ طيب ادي الدندريتك سيل، تعالوا بقى عند نقطه تانية اسمها الفلوكيولر دندريتك سيل. والفلوكيولر دندريتك سيل بقى يا شباب لو سمعتها للوهله الاولى تحس ان هي هي الدندريتك سيل تماما، ما لهمش علاقه ببعض خالص. طب يعني خليكي منصفه، العلاقه الوحيده اللي بينهم، تمام، ان هي ستار شيب، ستار فيش لايك شيب، شبه الستار فيش لايك شيب، شبه الستار كده، تمام، وبرده دندريتك، ما هو ده دندريتك صح كده. طيب طب تعالوا نفرق بينهم. لا انا قبل ما افرق بينهم انا عايز اقول لك على حاجه. بص بقى المحاضره الجايه ان شاء الله احنا هناخد الناتشورال كيلر سيل والليمفويد اورجانز. طيب تعالوا نتكلم النهارده على حاجه معينه في السكنداري الليمفويد اورجانز، الا وهي الليمفويد فوليكلز، تمام، اللي هي الفوليكل اللي موجوده في الليمف، اللي هي زي الجيوب كده اللي موجوده في الليمف. حلو. طيب يبقى انا عندي اناتوميكال كل السكنداري الليمفويد اورجان فيهم، السكنداري الليمفويد اورجان فيهم ليمفويد فوليكلز، تمام. يبقى كل السكنداري الليمفويد اورجانز بيتكونوا من الليمفويد ايه فوليكلز. حلو. طب هو في حاجه بدايه كده بيبقى شكلها على طول ماتيور او شكلها حلو على طول؟ لا، كل حاجه بتبتدي برايمري وبعد كده بتتطور. طيب واحنا بنحكي عن الفلوكيولر دلوقتي هنحكي عن البي سيل اكتيفيشن، فكرت 100 مره اقولها ولا لا، بس قلت لازم اقولها عشان الفلوكيولر دندريتك سيل ترتبط في ذهنكم صحيح. طيب عندي الليمفويد فوليكلز اللي هو البرايمري، انا دلوقتي بشرح حاجه جوه السكنداري الليمفويد اورجان، هما زي الليمف نود، الاسبلين، المالتي، البالت، الجالت، الحاجات اللي هنقولها المحاضره الجايه ان شاء الله. الليمفويد فوليكلز دي في الاول بيبقى اسمها برايمري ليمفويد فوليكلز، بتبقى عباره عن لوست نتورك، يعني شبكه مبعثره كده من ايه؟ بص بقى خد بالك، عندي الفلوكيولر دندريتك سيل بتبقى زي الايلاند، زي الجزيره. طب الجزيره دي مش حته ارض وحواليها بحر،
البحر ايه؟ البي سيلز. اللهم صل على النبي. انت ده كده بداية عكس ده خالص. ازاي؟ اللي اعرفه او اللي فهمته من الشرح ان الدندريتك سيل دي بتخدم على التي سيل، صح، وهي اللي بتعرض لها الانتيجين، صح. وقصدك ان الفلوكيولر دندريتك سيل بتخدم على البي؟ ايوان. شفت بقى ان هما مختلفين تماما، يعني الفانكشن مختلفه تماما تماما عن بعضهم. طيب يبقى اول حاجه عندي الليمفويد فلوكيولز تمام او فوليكلز بيبقى برايمري. البرايمري ده بيبقى لوس نتورك كده مبعثره كده، الايلاند اللي هي الجزيره فلوكيولر دندريتك سيل. طب والبحر اللي حواليه؟ البي سيلز. طب حلو قوي، يبقى ادي شكل البرايمري ليمفويد اوركان اللي هو بيحتوي على الفلوكيولر دندريتك سيلز، يعني الدندريتك سيلز اللي جوه فلوكيول تمام، الدندريتك سيل اللي جوه ايه؟ فوليكلز. طيب حلو يا شباب، حلو. انا دلوقتي كدندريتك سيل انا بخدم على البي سيل، يعني انا عايزه اعرض الانتيجين على البي سيل. ايه ده، انت قصدك ان هي انتيجين بريزنتنج سيل؟ حاشا لله، انا قلت كده يا ابني. طب تعالى نعرف هي بتشتغل ازاي. عندنا حاجه اسمها الكومبلمنت، ان شاء الله باذن الله الكومبلمنت هندرسه المحاضره اللي بعد كده، بعد ما نخلص السيلز واللمف لنفويد اورجان هنخش على الكومبلمنت على طول. الكومبلمنت بروتين دي مجموعه من البروتينات كده، كل واحد بيكمل شغل الثاني، حوار كبير كده. طيب الكومبلمنت ده يمسك انتيجين بره تمام، يروح مشمر حاطط الجلابيه في بقه ومسك الانتيجين ويجري تمام، يجري بقى عن خلال الدم الليمفاتيك سيستم، المهم ان هو هيخش السكنداري لنفويد اورجان. انا اصلا حواري كله دلوقتي على السكنداري لنفويد اورجان، على حته جواهم اسمها اللنفويد فوليكلز تمام، عشان ما تتوهش مني. عندك عمك الكومبلمنت ده حط الجلابيه وخد الانتيجين وجري تمام، وصل لحد فين؟ وصل لحد الحته اللي فيها الفلوكيولر دندريتك سيل. ايش معنى؟ اصل ليه ريسبتور على سطح الفلوكيولر دندريتك سيلز، يخش الكومبلمنت بايده ماسك الانتيجين وبالايد الثانيه يروح ماسك فين؟ في اللي هو الفلوكيولر دندريتك سيلز. حلو. طب الفلوكيولر دندريتك سيل تعمل ايه؟ تروح ماسكه فيه هي كمان بالريسبتور بتاعها وتحطه على السطح بتاعها، ويجي كومبلمنت تاني وعاشر ومية ومليون يترصوا على السطح، يعملوا ديكوريت للسطح بتاعها، يزينوا السطح بتاعها بالانتيجين. طب هي حواليها مين؟ ده هي عايمه في بحر البيسل. مش هقول لك عايمه في بحر الغدر عشان اكيد انتوا قاعدين مستنيين اقول كده. طيب هي عايمه في بحر البيسل، تيجي البيسل تقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، مين الانتيجين اللي على اللي هو الفلوكيولر دندريتك سيل ده؟ يعني انت قصدك ان الفلوكيولر دندريتك سيل بتعمل ديسبلاي للانتيجين للبي سيل؟ بس مش بطريقه مباشره، يعني مش بتاخد الانتيجين تهضمه وتطلعه، مفيش الكلام ده، لا، هي ليها ريسبتور، الكومبلمنت ليه ريسبتور على سطح الاف دي سي الفلوكيولر دندريتك سيل، وهي بتعمل ايه؟ ريتين، بتحافظ على الانتيجين على السطح بتاعها. ليه؟ بحيث ان هي تعرضه للبي سيل تمام. طب حلو قوي، طب عرضته على البي سيل، تعرف يا باشمهندس الناس دي بصت كده مققت يمين وشمال قالت لك اعرفها. حلو، يبقى كده ابتدى يحصل اكتيفيشن للبي لينفوسايت للبي سيلز. حلو. طيب احنا الخلايا البي والتي عشان يبقوا افكتور، يعني افكت ليهم تاثير، لازم يمروا بثلاث مراحل: اكتيفيشن، بروليفريشن، ديفرنشيشن. هناخدهم بالتفصيل ان شاء الله. طب دلوقتي البي مسكت فين؟ في الانتيجين بتاعها، هيحصل لها اكتيفيشن، هنتكلم على العموم تمام. طيب بعد الاكتيفيشن هيحصل ايه؟ هيحصل ديفرنشيشن، اسف، بروليفريشن، يعني هتكتر في العدد. لك ان تتخيل ان البي سيل جت مسكت مسكت مسكت، بص حوالين الايه؟ حوالين الانتيجين، ما هنا هنا في انتيجين وانتيجين، الدنيا السيرفيس بتاعه الفلوكيولر دندريتك سيل مليان انتيجين تمام. طيب البرايمري ما بقاش سيعنا، الفوليكل عماله تجرو وتكبر وتبقى السنتر بتاع البي ديفلوبمنت، هل هتفضل زي ما هي؟ لا طبعا، ومن البرايمري اتحول لسكنداري لنفويد فوليكلز، الا وهو الاسم الاشهر ليه الجيرمينال سنتر.
تمام كده؟ الجيرمينال ايه سنتر، المكان حيث الجروس بتاع الايه ها بتاع البي لينفوسايت عماله تعمل برولا يفريشن برولا يفريشن برولا يفريشن. تمام. طيب عماله تعمل برولا يفريشن كتير 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 في حته فبلد غامقه فسموها دارك زون، يعني فيها البي سيل عامله برولا يفريشن كتير. خد بالك البي سيل عددها بيتضاعف تمام كده تقريبا كل 6 ساعات، تقريبا كل 6 ساعات العدد بيتضاعف. تمام. طيب فهنا بقى اسمه الدارك زون ليه؟ حيث في بي سيل كتيره بتعمل برولا يفريشن، وهنا لا البي سي البي سيل اقل. طب استنى بقى، طب هنا الخلايا البي سيل لما بتعمل برولا يفريشن بتكتر بتبقى فراجل ضعيفه لعدد كبير وفي تكدس. تمام. طب نعمل ايه؟ لازم البي تستلم تمام كده، تستلم ايه بقى؟ تستلم سيجنال تانية او مساعدة من خلية تانية. مساعدة من مين؟ من التي. حلو كده. طيب البي اللي استلمت الاشارة من التي تعمل ايه؟ تطلع من الجيرمينال ايه سنتر، تخرج بره حلو وتتحور وتطلع لي انتيبادي. الانتيبادي اللي هيطلع اسمه ايه؟ اي جي ام. حلو كده. الاي جي ام جود not great يعني كويس بس مش هو الافضل. اشمعنى؟ احنا نعرف ان بنت امريك ويمسك 10 كابل من الانتيجين، ايه انتوا مفترين؟ بس خد بالك ده بيطلع كده في العموم في الاول. طب انا عايزه حاجه بروفيشنال. شايفين البي سيل اللي هنا بيحصل لها برولا افريشن تمر على مرحله اسمها الميوتيشن، ممكن تشوفوها في مراجع اسمها سوماتيك هايبر ميوتيشن. ايه السوماتيك هايبر ميوتيشن ده؟ يعني يحصل ري ارينجد، نقعد نرتب في الجينز بتاعه البي سيل ريسبتور. ليه؟ عشان يطلع لافضل بي سيل ريسبتور يقدر يمسك مع الانتيجين اللي موجود في اللايت زون هنا، يقوم يطلع لي البيرفكت انتيبادي اللي هو بيقولوا عليه هايلي افينيتي. تمام كده. طيب يبقى هنا ده مكان ايه اللي هو الدارك زون؟ ده مكان البرول افريشن ان هي تكتر، ومكان ان يحصل راوند للهايبر ميوتيشن. حلو. طيب يعني ده المطبخ. ده المطبخ. طب فين المكان اللي بنتذوق فيه الاكل؟ اهو. يعني هنا بنعمل برول افريد ونعمل هايبر ميوتيشن وعمالين نبدل في الجينات عشان نطلع احسن بي سي ار، احسن بي سي ريسبتور يناسب الانتيجين اللي موجود هنا. طب واللايت زون ده مكان التستنج الاختبار. تمام. امال احنا بنطلع افضل انتي بادي ازاي؟ ان احنا نعمل ري ارينج، نقعد نلعب في الجينات ونطلع يمسك الانتيجين. لا مش حلو قوي، ناقصها سكر. تمام. نقوم نعمل تاني ونطلع، يعني ها نطبخ تاني جوه ونطلع، بس هو ده. تمام كده. فنفضل نعمل هايبر ميوتيشن لحد ما يطلع اكتر بي سي ار، اكتر بي سي ريسبتور يبقى ليه هاي افينيتي للانتيجين ده، يمسك فيه وبناء عليه يطلع لي افضل انتي بادي عنده. تمام كده. طيب وبيقول لك كمان ان ممكن هنا ممكن كمان البي سيل تعمل كلاس سويتش، يعني تقفل على الاي جي ام وتطلع اللي هو الانتي بادي الانسب للوضع او الانتيجين اللي هو موجود دلوقتي. تمام كده. طيب ده باختصار الفلوكيولار دندريتك سيل. تمام. الفلوكيولار دندريتك سيل بتخدم على البي. تمام. قاعده في التيشو ما بتسافرش، ده مقيمة اقامه كامله ما تتحركش من مكانها، ما بتشتغلش كانتيجين برزنتنج سيل. تمام. ما بتبلعش، ما فيش الكلام ده، هي كل وظيفتها ان هي بتعرض بتعمل ديسبلاي للانتيجين للبي سيل عشان تاكتف الايه البي سيل. تمام. وحكينا على البرايمري ليمفويد فوليكلز والسكنداري اللي هو الجيرمينال سنتر، وعرفنا الدارك زون واللايت زون. تمام كده. اتمنى تكون المحاضره سهله ولذيذه، واتمنى تكونوا فهمتوها. لا يفرق معايا جدا جدا انتوا تفهموا الدندريتك سيل لانها خليه مهمه جدا 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 ما ينفعش نعديها. معلش طولت عليكم كده. خلصنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.